بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كتابي وأنا أمثل الناشر، وفي الكتاب أدعى إنجينير عادل إن إيه، أو بالرمز إي إن إيه، إي إي إن إيه. عنوان هذا الفيديو وهو 20 دقيقة، وكل فيديو إن شاء الله سيكون 20 دقيقة. عنوانه Generic Book Intent، هذا العنوان بالإنجليزي. Generic هي التعليم أكسجين أكثر. و تصنيف أو الكتاب سوف يكون مطبوع ورقيا بالإنجليزي، وبالعربي سيكون صوت، أي صوت العرب، وهذا أيضا في العنوان، فهذا صوت العرب واحد. ممكن تكون هناك 100 فيديو، يعني من 1 إلى 99. أهم كلمة هي intent. intent هي المقصد، فانتنت حتى يعني حتكون موجودة في كل باب من أبواب الكتاب، أو كل فصل من فصول الكتاب. طبعا نتكلم عن خطة الناشر. الكتاب مستهدف دراسة التعليم 60 عام في مكة المكرمة، وحددت المدرسة الخالدية، يعني في مدرسة من مدارس مكة المكرمة، المدرسة الخالدية الابتدائية. طبعا هدف الناشر انه يكون الكتاب بالانجليزي، ويكون بالعربي بالصوت، ليكون مسرحية أو مسلسل مسرحية. طبعا الناشر من مصر، شمس للتدريب. ففي الكتاب نظريات، 4 نظريات، 3 نظريات اختيرت، وكل نظرية أصلا لازم تكون لها كتب كتاب. والنظرية هي يعني الكتاب يهدف إلى تغيير لم يسبق له، فالتغيير هذا يعتبر نظرية. الكتب طبعا كتاب Never Be Sick Again، حتى لا تمرض ثانية، لريموند فرانسيس، وكتاب Power of Now، ما يحضرني المؤلف اسمه،
وكتاب 0 to 1 بيتر ثول، وكتاب لم يكتب للدكتور ناصر الأنصاري، نظرية نائب. طبعا كلمة intent اللي هي المقصد ستذهب مع كل حرف يستخدم. فعندنا generic 7 حروف، فكل حرف نذكر له الانتنت، وفي هذا التسجيل نذكر الانتنت للكتاب. سترد معانا سمارت وأيضا كل حرف يجب أن نذكر الانتنت، مقصد وانتنت واحد لكن الانتنت أدق، فنستخدم كلمة انتنت يعني ما وراء كتابة الكتاب. ففي هذا الفيديو نتكلم عن الانتنت للكتاب. طبعا الانتنت للكتاب نشبه بأوبر، فكأن شركة أوبر هي الشمس للتدريب. يدخل في مشوار أوبر اللي هو بزنس تشاركي أو استثمار الأعمال تشاركي، يدخل فيه، ما زلنا نتكلم عن أوبر، السائق زائد الراكب زائد الشركة. أما التاكسي فيدخل فيه السائق والراكب والحكومة، نظام المواصلات المصرح للتاكسي. يعني لو في هناك مشكلة في مشوار التاكسي، المرجع الحكومة. لكن هنا ما بنتكلم نحن عن المشاكل والأنظمة والكذا، نتكلم في أوبر عن إنه منصة أوبر لا تدخل في تقييم السائق إلا من دخله يعني، ومن ملاحظات الركاب حتى في سلوكه وفي مشاكله وكذا. ففي مجال للراكب إنه يرفع شكوى على السائق، والمنصة تكافئ السائق كل ما كان هناك رضا من الركاب، رغم أنه لا يستطيع الراكب يطلب سائق معين. هذا معروف في الكتاب، نحرص أنه ما نتكلم عن الأشياء المعروفة. ففي الكتاب نستعيض عن أوبر بشمس للتدريب. فإذا هناك في المشوار دخل قيمة تحددها الشركة، ثم هناك نصيب للسائق ونصيب للراكب. يعني الراكب اللي استخدم أوبر كثير بياخد مشاوير مجانية أو تخفيضات أو كذا. فالمنظم منصة أوبر،
لا نريد أن نطيل. في هذا الفيديو نتكلم عن الانتنت، intent of the book، يعني الانتنت من الكتاب أو ما وراء الكتاب. الانتنت دائما مربوط بالاقتصاد، يعني حتى في أوبر، فما في شيء مجانا. يعني في التعليم لو ضربنا مثال للتعليم، منصة أوبر هي الدولة في أي مكان، دولة، وهناك المدرس والطالب. فإذا المدرسة تتبع للدولة، هي مجموعة مدرسين، الإدارة تتبع للدولة. لا نريد أن نخرج عن موضوع هذا الفيديو، وهذه مجرد أمثلة كمدخل، لكن نريد أن نتكلم عن الهدف من الكتاب، وهو له علاقة بالتعليم، وله علاقة بالتعليم أكسجين أكثر، أو نقول تعليم جرين. فهنا عندنا كلمة intent وكلمة جرين. intent هي المقصد، يعني لو استخدمناها في العربي وفي موضوع الكتاب تبقى يعني كلمة مستخدمة على طول. يعني كل ما هناك مثلا سؤال أو مؤلف أو كتاب، يجب أن نبحث عن الانتنت. باختصار هو المقصد، لكن في الكتاب المقصد من التأليف، وليس مقصد الناشر أو مقصد المؤلف أو مقصد، المقصد من التأليف، الهدف من التأليف. طبعا يدخل تحت المقصد مثل المشوار، المبلغ المطلوب مقابل الجهد. فجهد الناشر هو توزيع الكتاب ووضع الخطة، وزي ما تقول أخذ المعلومات من المؤلف ووضعها في قالب يخص الناشر. فهذا الكتاب القالب المعمول له من قبل الناشر، لأن الناشر يريد أن يتولى التوزيع، ويريد أن يحدد مقابل الجهد المردود، فهي شراكة بين المؤلف وبين الناشر. وقد الناشر يضع في الاعتبار، لو اعتبرناك منصة أوبر، يضع في الاعتبار القارئ. والشركة، شركة أوبر، هي الناشر، وطالب الكتاب هو الراكب، والمؤلف هو السائق. فكتابة الكتاب، الزمن لهذا الكتاب مفتوح، يعني الناشر لا يستطيع
إلا أن يضع قوالب ويطلب، قد يحدد فترة زمنية، يعني يقول أنا، يعني هو يبحث عن المؤلف ويطلب منه، فهنا في الكتاب ويطلب منه المحتوى. فالمحتوى بالإنجليزي هو محجوز، يعني لا يستطيع الناشر ولا أي ناشر، اللي هو محتوى الكتابة. لكن محتوى الصوت سيكون هناك خطة للناشر، يعني الصوت هو 20 دقيقة، خطة للناشر أن يدخل من يشاء. طبعا الناشر والمؤلف، قد يكون الناشر يطلب من المؤلف يعني كتابك ادخل فيه من تشاء. فإذا هذا الكتاب سيكون ورقي مطبوع بالإنجليزي، ويكون مسلسل مسرحية. مسلسل مسرحية الكلام بالعربي، الحوار المسرحية، الحوارات بالعربي. طريقة المسرحية هتكون على المسرح، على في النت، تصوير وفي النت، أو في ناس يدخلوا المسرح أو كذا، هذه مسألة تتبع الناشر في مصر. يعني ممكن الناشر في مصر يختار مسرح من المسارح وتكون المسرحية دائمة، يعني نفس النظام. وممكن ننقلها كمان نقل حي في وقت البث، سواء على التلفزيون أو محطات معينة. وممكن يكون هناك رعاة يعني في المسرحية، بحيث أنه راعي المسرحية لكل، مثلا لو كان هناك 100 عرض، عرضين في الأسبوع، المسرحية ممكن تكون ساعتين أو كذا، فهناك راعي أو رعاة للمسرحية. هذه الأمور تحدد بعد الكتاب، بعد ظهور الكتاب. المسرحية ممكن تترجم في النقل، يعني الأصوات يكون في سبتايتل أو الترجمة اللي هي بالإنجليزي. فهنا يعني الانتنت من الكتاب فيما يخص التوزيع والناشر ودخل الكتاب، وضروري عشان يستمر الموضوع. يعني ممكن المسرحية هذه تستمر سنين، 20 سنة، 25 سنة، مسرحية خالدة، مثلا زي مدرسة المشاغبين. طبعا الفرق انه هذه مسرحية متجددة، والكتاب مثلا لو كل سنة نزل كتاب، فإذا كل سنة في مسرحية تكملة، زي النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. النسخ القديمة ستبقى، ممكن ما تبقى على المسرح، لكن تبقى في حقوق الطبع. طبعا حقوق الطبع للكتاب أو للتأليف في 2 من الحقوق،
يعني في الأصوات أو الأدوار اللي هي ناتجة عن حوارات أو تأليف بالعربي، يعني مثل السيناريوهات والشخصيات وكذا، يعني كتابة مباشرة. فنجد في التسجيلات القادمة ستكون حوارات متاحة تحت عناوين أسئلة وكذا وهذا، فمن يجاوب عليها في 20 دقيقة مثلا يرسل للناشر، والناشر يختار منها وتعرض في المسرحية. يعني في ناس مؤلفين سينيورست أو كذا، ما الكلمة ما زبطناها، سينيورست فلان الفلاني أو كذا. تمثيلها مو صعب، يعني خلاص يتدربوا عليها زي أي تمثيل مسرحي وإخراج مسرحي. يعني يدخل في الكتاب العربي أو في الصوت، فيكون في حقوق الصوت، يعني صوتك دخل حقوق الطبع. المواضيع ستكون مع الكتاب، يعني لن يكتب الكلام صوت العرب كما هو في عنوان هذا الفيديو، لن يكتب إلا إذا كتب لي حتى يتم التدرب عليه لعمل المسرحية من الممثلين الأدوار. يعني ممكن في مسرحية شخصين، وممكن في مسرحية حوار بين 4 5 أشخاص. فالمسرحية هي مسرحية حوار، مثل يعني ستاند اب كوميدي. يعني المسرحية أدوار